الله يا ايوب، ده حته فيلا انما جميله شيك. اه طب فين بقى جديد بيه ده؟ اهو هناك اهو. الراجل ده عجوز بس تقيل. اقول لك ايه، عيب قوي تشيليه وانا واقف. عيب، سيبيه. خد يا قوي على كل قوي يا مسافر. ايوب. نعم. انا خايفه على حسن ان الراجل يكون مات ويتهموك فيه. اهو ايه ده يا ايوب، مش انت اللي خوفتيني لا يتهموني فيه؟ طب اقول لك ايه، ايوه احنا نشيله كل واحد من الحته وندخله على الفيلا. ايوه ازاي؟ معناش مفتاح. دور في جيوبه اكيد هتلاقي المفتاح. انا لقيت سلسله مفاتيح بحالها. طب يلا بقى نشوف. لا لا، تعالى انت من هنا. ايه ده، الراجل كله ثلاث طرطات. حاسب يا ايوب، حاسب الراجل يعاملك على الارض؟ ما يقع هينكسر. لو انكسر هوطي لمه. طب يلا قعدوا على الكرسي ده. لا قعدي على الكرسي ده احسن. الكرسي ده اقرب. يعني ده اللي بعيد؟ يوه ما تعاندنيش ايوب، قعد على الكرسي ده. انت اللي ما نعاندنيش وخلينا نقعد على الكرسي ده. خلاص مش شايله. أه ولا انا. ويه الراجل اندلق. حد كده؟ قول لنفسك. قول لنفسك. طب يلا حط ايدك في ايدي وخلينا نشيل. مش هشيله لما تقعدوا على الكرسي ده. انت انا عايزه تمشي كلامك عليا؟ ايوه همشي كلامك علي، كلامي عليك. ها طيب انا عندي فكره. نعم. نقعدوا على الكرسيين. ازاي؟ بصي، جبنا ده كده، جبنا ده كده، نشيله، خلي ظهره على الكرسي بتاعك ورجله على الكرسي بتاعك. ماشي، فكره كويسه. يلا شيل معايا. استعنى تعالي انت كده وانا كده بقى. ها؟ وانا خليك كده وانا. استعنى على الشقه بالله. لف بقى. لف بقى. لف عشان ايوه. يلا. تعالى بقى. تعالى بقى. قلعوا الجزمة. ها؟ قلعوا الجزمة. قلعوا الجزمة اللي احنا هنضربه على رجله. ايه نضربه على رجله دي؟ قلعوا الجزمة وخلصني بقى. طيب، دور وش. ليه؟ لا دي ست هتبص على راجل وقالع. يا راجل انت هتقلعه بجزمه، وانت هتقلعه ايه؟ طيب يا عيني على الجزم. عجبك قوي جزمته؟ طبعا يا ماما، انا كنت شغال في محل جزم وافهم الجزمه دي مش من هنا، مستورده. امال من ايه؟ من هناك. اهي مكتوب عليها ميد ان هناك. طب يلا قلعه بجزمه وخلصني. مش ممكن الراجل ده كل لبسه مستورد كده ليه؟ في ايه تاني؟ الشراب، شاف الشراب اللي لابسه مش زي الشرابات اللي احنا بنلبسها. ماله؟ لا الشراب سليم ما فيهوش ولا قطعه. يوه يا ايوب، يلا قلعوا الفرده التانيه وخلصني بقى. انت ايه حكايه الجزمه اللي نقلعها له؟ يعني هي الجزمه دي اللي كابسه على نفسه؟ افهم يا ايوب، عاوزين نقلعه الجزمه علشان نروح ننيمه في سريره. وفين سريره؟ في اوضه نوم. وفين اوضه نوم؟ هندور عليها يا اخي وهنلاقيها. ولما نلاقيها هننيمه ونجهز له الرضعه؟ لا مش هنديله الرضعه، هننيمه في سريره ونريحه ونزق عجلنا، ولا من شاف ولا من دري. آه. ايه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ تهيألي جاي من الشراب. آه. لا ده هو اللي بيقول. الحمد لله يبقى فاق. استاذ شديد، استاذ شديد، يا نهار اسود، الراجل قطع النفس تاني. استني كده. الحمد لله اتكلم تاني. سكت. الراجل ده بيشتغل من رجله. انت بتقول ايه؟ هو ده حبيبتي الكلام المظبوط اهو، بصي. اهو اشتغل اهو. بصي كده بقى. الله. باص تاني. ازاي الكلام ده؟ هو ده حبيبتي كده، الراجل ده البطارية بصراحة موجودة في الشراب.
طب يلا شغل رجليه كده طلعها عشان نعرف نفهم منه كل حاجه. يا موسى استاذ شديد استاذ شديد سلامتك من ما تسكت بقى يا ايوب خلينا نسمع الراجل. انا فين استاذ شديد؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انتم مين؟ انا عنايات وده ايوب جوزي. اهلا وسهلا. الحقيقه انا عايز اقول لكم حاجه مهمه. قول يا استاذ شديد احنا سامعينك. بصراحه انا سبت رجله ليه؟ بصراحه تعبت. طب شغله. ده ايه الحوسه دي بس؟ بصراحه انا تعبان قوي. تحب نجيب لك دكتور؟ لا 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 مفيش داعي. شويه دلوقتي هبقى كويس. انا بس عاوز اشرب ميه. الراجل عطشان وعاوز يشرب ميه. طب واجيب له ميه بطاريه منين؟ ميه حنفيه. يا اخي بيقول لك عاوز ميه حنفيه. ويا الحنفيه فين؟ في المطبخ. بيقول لك الحنفيه في المطبخ. روح يا ايوب هات له ميه يلا الراجل عطشان. لا روحي انت خليني انا كده مشغله عشان ما يعطلش مننا تاني. يو يا ايوب يو عليك. شد حيلك يا شديد بيه شده وتزول. انا مش فاكر شفتك فين قبل كده. مش فاكر ايه يا راجل؟ لحقت تنساني؟ انا مش فاكر. استنى كده. انا افتكرت. انا اللي افتكرت. ساعتك عندك رجل بتشتغل منها والتانيه تخليك تفتكر. مش انت اللي بتشتغل في محل الملابس اللي اشتريت منه البدله؟ تمام كده يا باشا. وفين البدله؟ ما هي البدله احنا سيبناها بره يا باشا. مش معقول هنمسك البدله ونشيلك. والله انا ممنون منكم جدا. لولاكو كان زماني دلوقتي مرمي في الشارع. ايوب مش عارفه طريق المطبخ. انا اقول لك المطبخ فين. الله سبت رجله تاني ليه؟ كان هيقول لنا على طريق المطبخ. انا هقول لك على طريق المطبخ وانا هجيب له الميه. بس بقول لك ايه الراجل كده مظبوط. ما تلعبيش في حاجه لا يخرب مننا تاني مش هنعرف نشغله. استغفر الله العظيم يا رب. اليوم ده باين انه مش فايت.